بسم الله ما شاء الله. انا عربيه مرسيدس بي كلاس 2020 بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في حقها فيها ويحفظها له. احنا ركبنا عليها جهاز الكار بلاي زي ما حضراتكم شايفين، دي الصوره النهائيه بعد ما قفلنا العربيه كلها اهي. طب رجع كل حاجه زي ما كانت، مفيش اي حاجه خالص، تمام. كار بلاي ادي التليفون اهو، احنا موصلين عليه الكار بلاي، شغال بالوايرلس زي ما حضراتكم شايفين، مع تحكم كامل من الماوس بتاع العربيه. الماوس هنا شغال جوجل مابس مثلا، نقدر نشغل جوجل مابس، نظبط الترافيك طبعا بتاع الترافيك لو عايزين نشغله، حتى بالساتلايت نقدر نشغله ساتلايت. هنا كده ساتلايت، عايزين نقفل الساتلايت نقفل الساتلايت عادي. نرجع تاني كده، عايزين نغير الباك جراوند في الاي او اس 13 نقدر نغيرها، تمام. نقدر نغيرها للابيض، هبدو كده شكلها شيك جميلة، تمام. انا غيرني زي ما حضرتك شايفين شغاله معانا من عشرين هنا. طبعا كمان نقدر نشغل فيديوز، الفيديوز طبعا ما بتعملش لوك مع الحركه. هنا كده احنا معانا فيديو اهو، من على الصوت عايز وصل لي بس الوصلة بتاعت اليو اس بي هنا. هنوصل السكرين ميرورنج عشان نقدر نتفرج عليه. هنا هنيجي على السمارت فون، هنختار ان الابل ديفايس ده يشتغل اي او اس ميرور. استاذ الموبايل، تمام. خلي السلك ده معاك كده، وخليه هنا كده عشان بس ابقى في الصورة. وصل لي الموبايل عليه، اشتغلنا اشتغل سكرين ميرورنج معايا كده. نقدر نشغل اي حاجه زي اليوتيوب مثلا، طبعا نقدر نعلي ونوطي صوت العربيه عادي. بعد ما نفصل التليفون، لو فصلنا التليفون قبل ما نفصل التليفون، انا هوري حاجه. هنخش من هنا على السيت اب، نيجي من هنا هنغير السمارت فون اللي احنا هنشغله كار بلاي. كده احنا غيرنا الكار بلاي، هنفصل التليفون. اول ما نفصل التليفون اوتوماتيك الكار بلاي هيشتغل. طبعا اليوتيوب في الكار بلاي هيظهر صوت بس مش هيظهر